أعزائي الكرام، أعزائي الكرام، السلام عليكم، معكم بغطاط. كنت معاون نقلب الهيت وندوي في شي حاجه اخرى، ولكن لقيت ان كاين بزاف ديال بنادم قلبوا طايب على الافلام المغربيه ومازال كيقولوا هل من مزيد. داكشي علاش قلت غادي نكمل فيهم حتى يطلعوا لكم في راسكم. وانا كنقرا لي كومونتير قريت سميت واحد الفيلم شداتني تفوريشه وتفكرت ايام العذاب وبغيت نهضر عليه. فيلم اليوم من الافلام اللي يقدر يكون عنده دور في الامراض العصبيه اللي طرحتني الفراش ولازمتني طيله مسيرتي الكرويه في الدوري البرتقيزي. لما نطول عليكم، فيلم هذه الحلقه هو لا بالينا سيجينا اكوالا ميس ماكاسيون. اكيد عرفتي، ولا عندك شي زهر وما سبقش لك شفتي، كنبغي نقول لك عمرك غادي تعرف معنى الاكتئاب. راك بخير وحياتك خاليه من العقد على بركه الله. نبداو بسيونس ميغري اللي من صغري وانا كنعقل عليه نايض ليه الشيب، كيلبس كويره وسروال جين ولا بيجامه ديال النعاس، صادي يكون على حساب الشركه المنتجه. واش مصرفين ولا مازال كيتسناو الدعم؟ وديما راكب على باليو، ما عرفت واش بدلها ولا مازال ما لقاش محسن. الفيلم ما غاديش تعرفوا علاش داوي وشنو المبتغى منه. في البدايه كاينه جريمه قتل غامضه. نسمعوا التحليل الاولي لهذه الكارثه. اخي يونس لك الكلمه. اولا الجريمه وقعت في غابه صغيره، وكنظن باللي حتى الضحيه ما كانتش عارفه راسها غادي تموت. غابه صغيره فهمتها، كانت عارفه راسها غادي تموت، ما بغاش تدخل ليا لراسي. وهي بيناتنا الدريه اللي فلافوت كانت جي ضاربه حساب غادي تموت باش تصعب عليهم البحث. نسمعوا الاخ الاخر اش قال. الا سمحتي نعم سيدي، انا اللي تارتني وهي الطلقه الثانيه. الذكاء اللي عطاه الله منه ما نلقاه. اللي غادي يطيرني انا والاداره والراي العام والصحافه هو السلاح. منين جا ناري مع هذا الاداء؟ شي هدف يخوي لي الماء في الركابي. على اي اساس بنيتي هاد السؤال ديال الطلقة الثانية؟ صباح الخير عمو، جاوب جاوب. وكالة موري للتحريات، بقي يومان على اكتمال القمر، من الذي يتحدث؟ بعد يوم شاق من الخدمة، ميسيو البوليسي هبط يسرح رجلو في لاكور، حط الباليو مازال ما ود للمغرب. نزل من الباليو فجأة أذان الصبح على الأبواب، نقزو هادي، بدا كيتمشى ويشم الهواء، هادو واقفين حتى عطاهم المخرج الإشارة، زادو شوف الروفليكس، تيراو عليه ثلاثة القرطاسات من مسافة 5 متر، طاح وخط طيحة هي فيها ما يتقال، نقزو أسي، صافي منعو، هو دار يشوف فيهم، فجأة خرج عشيرو اللي ما نعرف فين كان، هذا سؤال يساوي هدف مباغي، نقزو تا هو، وصل معطل على المشهد 5 ثواني، بغا يتيري ولكن الغالب الله، جابوها تا اللي كان الهدف حدا نيفهم، رجع عند صاحبو اللي مضرب بالقرطاس سولو. كيف والو بلاتي سمعتو واش سمعت؟ هادي القرطاس كتفك، هادي القرطاس كتفك. ربط لهم في المونتاج ندوزوها حتى هي، ولكن اللي ما بغاش يتفهم ليا واش هادي حرده ولا توحيمه. ما تكونش القرطاسه جات ليه في راسو وديفيات وخلات لاطراس بوسيبل. ندوزو المشهد اللي كله اثاره وتشويق. شكون انتو؟ قاش عندكم الحق تقلبونا؟ شكون احنا؟ حتى تعرف شكون؟ فرا معاه بالخف كرطمان وخف يتمضرب بالقرطاس. توعات مسكين، ولكن صاحبو لقى داكشي اللي جاو على قبله، كلشي مفهوم حتى لهاد اللقطة. ما فهمش علاش ناض واخا غيبو ميسيو البوليسي، علاش مشى بلا ما يدير محاولة أخرى، علاش كيتمشى بحال السكران، علاش البضاعة محطوطة تما باش يلقاوها دغيا ياك. ولكن قبل راه ضيعوا لنا ربع ساعة في الفيلم وهما غير كيقلبوا في الباطو وما جبروش الحشيش. حبس عليا هاد الشيت، بحال هاد الأفلام اللي جيتي تحقق فيهم يخرج لك فيديو فيه 14 ساعة و35 دقيقة، أما الأفلام الجداد تقدر تلخصو في سطر ونص بحال هذا. شاف هذا تيتقلقم، ما كيتقلقمش الشاف اللي كنقول لك، أنا هادشي اللي كاين حضرت ليه بعيني. ولا عرفتي اش دير؟ خليوها حتى الحلقه الجايه. بركه عليكم غير اللي شفنا دابا، مازال العاطي يعطي، اصبر جاي الخير. بلا ما نوصيك، الى عجبك لا فيديو بارطاجيه، والى ما عجبكش طاقي صحابك يقدر يعجبهم. شوف واش راك داير جيم بعد لاباج باش لبغيتي يوصلك الجديد ولا شي حاجه، كاينه تلاشين يوتيوب هاي هنايا لبغيتي تشوف فيديوهات بكاليتي مزيانه. تهلاو.